توضيحات بخصوص هذا الموضوع نتابعها مع محمد رفقي الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. بهذه المناسبة ستنظم كذلك سفارة المملكة بكوناكري بمشاركة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة والجهات الرسمية للحكومة الغينية كذلك حفل إفطار رسمي بمسجد محمد السادس بكوناكري، وذلك على شرف السلطات الدينية الغينية الرسمية والهيئات الدبلوماسية المعتمدة في جمهورية غينيا. نذكر أن هذا المسجد وهذا الصرح العظيم مسجد محمد السادس بكوناكري كان قد أعطى انطلاقة أشغال بنائه أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في يوم 24 فبراير 2017، ولبنائه وذلك وفقا للمعايير المعمارية المغربية الأصيلة وبطاقة استيعابية تفوق 3000 مصلي وعلى مساحة تبلغ هكتارا واحدا. طبعا يهدف تشييد هذا المسجد العظيم مسجد محمد السادس بكوناكري إلى إقامة الصلوات وتحفيظ القرآن الكريم ونشر الموعظة الحسنة، وذلك في إطار العلاقات الأخوية التي جمعت في الماضي وتجمع اليوم بين الشعبين الشقيقين الغيني والمغربي، وذلك من أجل تحقيق استفادة جمهورية غينيا من التجربة والخبرة المغربية في مجال تدبير الحقل الديني وتعزيز القيم الدينية الداعية إلى التسامح والتضامن والحوار على أساس الثوابت الدينية المشتركة بين البلدين الشقيقين.